سمية بخيس، السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر جمركية تشتغل بفرقة مكافحة المخدرات بميناء بني أنصار الناظور من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 27 سنة للشباب في تورطه في تهريب مخدرات. وفي هذا الصدد جرى حجز أزيد من 70 كيلوغرام من مخدر الحشيش، جرى تغليفها بورق سكر القالب بعد إخفائها بعناية وبطريقة احترافية بغية تمويه الجمارك بذات الميناء. وكشف مصدر خاص أن عناصر جمركية وفي إطار عملها الروتيني الممثل في المراقبة الدقيقة ومنع تهريب ممنوعات، وبعد عملية تفتيش لإحدى السيارات المخصصة لنقل البضائع والأغراض أثارتها شكوك بخصوص كمية قوالب السكر الموجودة بداخل السيارة، الأمر الذي استدعى للتدقيق في تفتيشها قبل العطور على كمية من مخدر الحشيش كانت موجهة للتراب الأوروبي. هذا وقد جرى اعتقال سائق السيارة وإحالته على المصالح الأمنية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات.